طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. إن شاء الله النهارده هنكمل موضوعنا، هنكمل الكورس بتاعنا عن أساسيات التسويق. كنا اتكلمنا بشكل كبير جدا في خلال هذا الكورس عن نقاط أساسية وهامة جدا في التسويق، وده إن شاء الله احنا بنكمل السلسلة بتاعتنا في المحاضرة الخامسة بتاعتنا. يمكن احنا في هذا الكورس يا شباب يعني نسترجع سريعا اللي احنا خلال هذا الكورس اتكلمنا في المحاضرة الأولى عن التسويق، وعرفنا عن ايه تسويق، وقلنا ان التسويق ده هو عملية تبادل قيم. المستهلك بيدي قيمة، ودي ممكن تكون صورة فلوس، ان هو بيشتري المنتج بتاعي، بيتكلم عني بيخلي زمايله يشتروا هذا المنتج، وانا بديله قيمة، القيمة دي تتمثل في المنتج اللي انا بقدمه لهذا العميل. اتكلمنا عن الماركتنج بروسيس اللي هي عملية التسويق نفسها، وده كان محور. اتكلمنا عن عملية تسويقية، وقلنا ده وده كان محور المحاضرة الأولى ليه. بعد كده اتكلمنا ازاي نفهم السوق وازاي نعمل بحث تسويقي، وده كان ونفهم طبيعة العميل، وده كان محور المحاضرة الثانية. وبدأنا المحاضرة الثالثة نتكلم عن الكاستمر دريفن ماركتنج استراتيجي، ازاي اعمل استراتيجية تسويقية قائمة على العميل، ده كان محور المحاضرة الثالثة. وبدأنا في المحاضرة الرابعة نتكلم عن الماركتنج ميكس اللي هم الفول بيس، اللي هم اول حاجه اتكلمنا فيها المحاضره الرابعه كان البرودكت اللي هو المنتج. النهارده باذن الله هنتكلم على اثنين مهمين جدا في الماركتنج ميكس اللي هو البرايسنج التسعير، وهي استراتيجيات التسعير في المنتجات بتاعتنا، وهنتكلم عن الديستريبيوشن اللي هو التوزيع اللي هو البليس. فده ان شاء الله هيبقى محور محاضرة النهاردة، هنتكلم عن التسعير وهنتكلم عن التوزيع. اول حاجة يا شباب هنتكلم فيها النهاردة هو البرايسنج والبرايسنج استراتيجي، التسعير والاستراتيجيات التسعيرية. احنا هنتكلم على برايسنج. احنا زي ما اتفقنا احنا كناس بتوع ماركتنج احنا مش بنبيع منتج، احنا بنبيع قيمه. القيمه العميل هيستفيد من المنتج ده. انت لما بتبيع له حاجه مش بتبيع له حاجه عشان عايز تبيعها له، انت بتبيع له حاجه لان هو فعلا محتاج هذا المنتج. وبالتالي احنا مش بنتكلم في برايس، احنا بنتكلم فاليو. فاليو يعني قيمه، قيمه انا بقدمها لهذا العميل. عشان كده احنا بنبيع فاليو وليس برايس، بنبيع قيمه وليس سعر، صح ولا غلط؟ وبالتالي البرايسنج فاكتور عامل مهم جدا وخطير في العمليات التسويقيه. ان انت ممكن تعمل المفروض تمام يا هدى، ممكن تكون عامل كل حاجه وتيجي تصح غلط، تحط سعر غلط يؤدي ده ان المنتج بتاعك ما يتباعش اساسا. طبعا دي مشكله كبيره جدا بتواجه كثيرا من الشركات. هنتكلم يعني ايه برايس، هنعرف ايه برايس، هنتكلم عن ايه هي اشهر استراتيجيات للتسعير، هنتكلم عن ايه استراتيجيات ان انا يكون عندي منتج جديد، ازاي اسعر المنتج الجديد، ولو انا عندي مزيج من المنتجات ازاي اسعرهم. عليكم السلام يا عمر منور. ولو انا ايه استراتيجيات تعديل الاسعار، price adjustment strategy. ده ان شاء الله هيبقى محور الجزء الاول من محاضرتنا باذن الله. هنركز قوي عشان المحاضره دي مهمه جدا جدا. اول حاجه تعريف البرايس، يعني ايه تسعير؟ يقول لك the amount of the money charged for a product or a service، يعني الفلوس اللي انت
بتحطها على قيمة المنتج أو السلعة. هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن summation of the values، هو عبارة عن مجموعة القيم that customer exchange for the benefit of having or using a product or a service. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيقول لك إن السعر ده هو حاصل جمع القيم اللي العميل بيدور على المنفعة من استعماله لهذا المنتج. يعني أنت لما بتشتري لابتوب، شيء لابتوب، ممكن هل السعر اللي أنت بتشتريه ده سعر تكلفته ولا لأن دي القيمة التقديرية لهذا المنتج؟ أوكي؟ نقطة مهمة جدا. القيمة أنت بتقول إن حتى حمار كده إيه؟ ده قيمته تساوي كذا، كلمة ده قيمته بتساوي كذا، يعني إن دي القيمة الموجودة في ذهننا تجاه هذا المنتج. يعني مثلا هل لو أنا قلت مثلا حاجة ب 20 جنيه دي حاجة رخيصة ولا غالية؟ لما أقول إن في منتج ب 20 جنيه ده رخيص ولا غالي؟ رخيصة هيسموه رخيصة. يا سلام، صدق رخيصة. عجبتني إجابة هدى، حسب المنتج وجودته. أنا ممكن بقى سيبك من الجودة هقول لك على حسب المنتج يا هدى. يعني مثلا لو أنا قلت لكم إن في جراب موبايل ب 20 جنيه ده رخيص ولا غالي؟ جراب موبايل ب 20 جنيه ده رخيص ولا غالي؟ رخيص، تمام كده؟ حد مختلف في اللي قاله هيثم؟ لما تلاقي موبايل ب 50 جنيه دي حاجه رخيصه ولا غاليه؟ الصوت بيقطع، اعتقد الصوت كويس يا سندي، ممكن يكون عندك مشكله. اوكي؟ تمام. يبقى المنتج ده رخيص، صح كده؟ طب لو قلت لكم ازازه ميه ب 20 جنيه. مش عارفه ايه عملة الجزائر ايه يا هايدي؟ دينار، حلو قوي. لو قلت لك يا هايدي تشتري جراب موبايل ب 20 دينار رخيص ولا غالي؟ رخيص، حلو جدا. طب لو قلت لك هتشتري ازازه ميه ب 20 دينار غالي ولا رخيص؟ غالي جدا، هو ده غالية جدا، تمام كده. رخيص برضك؟ عندكم ميه غالية الدرجات يا هايدي؟ يا سلام، جدا الميه عندكم بكام؟ حسب المنتج والجودة. الدينار بيساوي كام دولار طيب؟ ممكن يكون الدينار عندك قيمته قليلة. نقولها بشكل تاني عشان نوضحها اكتر، ان فعلا حسب المنتج احنا بنحدد حسب المنتج بالظبط وحسب الجوده. يمكن مش شرط يبقى جوده، لان في اصلا حاجات انت شايف انها تستحق هذا الثمن، وفي اشياء تستحق ثمن ما تستحقش هذا. عليكم السلام يا امنه، منوره. وانا بحط سعر، يعني الكونسيدريشن ان سيتنج برايس، الاعتبارات اللي انا بعملها في ان انا احط سعر، في عندي حاجتين، ما بين برودكت كوست، تكلفه المنتج، وتكلفه المنتج بتمثل ليا البرايس فلور. يعني ايه برايس فلور يا شباب؟ يعني ده الارضيه بتاعتي، ارضيه التسعير. يعني ما ينفعش انزل اقل من كده، ما ينفعش ان انا اسعر اقل من التكلفه. يعني ما ينفعش انا عندي قلم انا بصنعه بيكلفني 5 جنيه ما ينفعش ابيعه ب 4 جنيه. لا، مش اقل خساره يا هدى. ايه دلوقتي القلم؟ ما ينفعش اخسر. لو انا القلم تكلفته 5 جنيه او 5 دينار او 5 دولار، ما ينفعش ان انا ابيعه ب 4 جنيه او 4 دولار او 4 دينار. هل ينفع؟ فعشان كده بالظبط كده. هو اقل اي ثمن اقل من التكلفه اكيد تكون خساره. عشان كده ده الارضيه بتاعتي، ده
الفرضيه اللي انا ما ينفعش ان انا اقل عنها. جميل. كمان زي ما انا ليا ارضيه في التسعير ليا سقف، صح؟ مش الشقه فيها سقف وليها ارضيه. العتبه يعني ممكن درجه اقل من العتبه كمان يعني، ماشي. السقف بقى بتاعنا اللي هو البرايس سيلينج، اللي هو الكاستمر بيرسبشن اوف فاليو، اللي هي القيمه الاعتباريه في عقليه العميل. القيمه الاعتباريه في عقليه العميل. يعني لو انا قلت لكم مثلا ان في لابتوب نازل ب ب 1000 دولار، كويس ولا وحش؟ وفي كل الامكانيات، في كل الاوبشنز، وفي الحاجه اللي انت عايزها اللي انت تتمناها في لابتوب ب 1000 دولار. اوكي. تمام. احمد عبد الوهاب بيقول سليدر برايسنج ممكن يفرق في حاله واحده في طريقه، ولا انا فهمت غلط؟ لا يا احمد، احنا دلوقتي بنتكلم في حاجه ثانيه، واللوس ليدر ما بتتعملش بالشكل ده، وهنشرحها كمان شويه. حلو. هو بتقول كويس، جميل، صح. انا لما يكون عندي لابتوب ب 1000 دولار، جميل. طب انا اقدر اشتري نفس اللابتوب او امكانيات اللابتوب ب 5000 دولار؟ يعني هل انا ممكن اشتري لابتوب ب 5000 دولار؟ نو. تمام يا عمر. لا، اكيد لا يا سماح. تمام، غالي، مظبوط، تمام كده. طيب، وبالتالي يبقى اللابتوب ده هو قيمته التقديريه عدا العميل ان هي لو هو تجاوز ال 1000 دولار انا مش هشتريه. لو 2000 دولار ممكن اشتريه، 3000 يعني، 5000 استحاله اشتريه، طالما عن الكاستمر ان ده بيرسبشن ان هو قيمته ما تزيدش عن كده او لا يستحق اكتر من ده، فاكيد انا مش هزيد عن هذا السعر. مظبوط ولا غلط؟ وبالتالي انا كده عندي عاملين بيحددوا لي موضوع التسعير، في سقف وفي ارضيه. السقف بتاعي هو الكاستمر بيرسبشن اوف فاليو، اللي هي اعتقاد العميل في القيمه بتاعه المنتج، والارضيه بتاعتي هو البرودكت كوست، التكلفه الفعليه للمنتج. فبالتالي انا ما ينفعش اعلي عن السقف، وما ينفعش انزل عن الارضيه، ما ينفعش اعلي على القيمه التقديريه للمنتج، ما ينفعش ان انا اقل عن التكلفه الفعليه للمنتج. واضح كده؟ ده اساس التسعير. طيب، في عوامل ثانيه، في عوامل داخليه وفي عوامل خارجيه بتتحط في الاعتبار. زي مين؟ ده استراتيجيات واسعار المنافسين. هل انا المنافسين بتوعي نفس السعر ولا اعلى في السعر ولا اكتر في السعر؟ ده بيتحط في الاعتبار. الاستراتيجي بتاعتي، الاوبجيكتيف، الاهداف بتاعتي والميكس بتاعي بيأثر بشكل كبير جدا. طبيعه السوق والديماند، الاحتياج على هذا المنتج عادي ولا قليل، كل دي عوامل بتساعد في تسعير. الجوده اكيد عامل مهم جدا يا هدى، لان ده بيتحمل على الكوست بتاعت البرودكت، وبالتالي طالما انت بتدوري على جوده طبيعي دوت يبقى انت بتعملي تكلفه عاليه في المنتج، وبالتالي ده بيعلي القضية بتاعتك عدد. طيب، ازاي بقى احنا بنسعر؟ ازاي احنا بنسعر؟ بناء على هذا الكلام احنا عندنا ثلاث طرق رئيسيه في التسعير. عندنا ثلاث طرق رئيسيه في التسعير. اول طريقه اسمها كاستمر فاليو بيزد برايسنج، يعني ان انت بتسعر بناء على القيمه الاعتباريه لدى العميل. وفي كوست بيزد برايسنج، يعني تسعير بناء على التكلفه الفعليه للمنتج. وكومبيتيشن بيزد برايسنج، يعني انت بتصعد بناء على المنافسين. احنا كده عندنا ثلاث طرق اساسيه او ثلاث استراتيجيات رئيسيه في التسعير عندنا. يا اما بصعد بناء على القيمه، يا اما بصعد بناء على التكلفه، يا اما بصعد بناء على المنافسين. طيب، ناخد واحده واحده. لما اجي اقارن الاول ما بين الكوست بيست برايسنج اللي هو التسعير القائم على التكلفه والفاليو بيست برايسنج اللي هو التسعير القائم على القيمه، هلاقي ان في الكوست بدايتك انت بتعمل جود برودكت، بتعمل منتج جيد، وبعد كده بتحسب التكاليف، كلفك قد ايه؟ زي ما قلنا كده الموبايل، لو انا قلت الموبايل ده انا خلاص عملت الموبايل، جميل، موبايل ده او بلاش، يعني في الكوست بيز ما بيبقاش موبايل اكتر، ولكن زي مثلا انا هعمل
ألم، أو هعمل نقول مثلا ألم، الألم ده خلاص أنا عملت ألم أهو وعايز أبيعه، فبشوف إيه التكلفة، الحبر واللبيسة والبلاستيك اللي هستخدمه في عمل القلم، بعد كده حسبت التكلفة، بعد كده بحط هامش الربح، أنا القلم ده كلفني جنيه أو دينار أو دولار، عايز أكسب فيه 20%، يبقى هيبقى ثمنه جنيه وعشرين قرش أو دولار وعشرين سنت. كده أنا حسبت بمنتهى البساطة سعر هذا المنتج، واقنع المشترين ايه بقيمه هذا المنتج، ان ده قلم كويس وان ده قلم رائع وسعره كويس و و ده حاله الكوست بيزد برايسنج. يبقى بدايتي ان انا بعمل ده كويس، وبعد كده ببتدي احسب التكلفه، وبعد ما اعمل التكلفه ببتدي احط برايس بيزد على الكوست، وبعد كده ببتدي اقنع المشترين بقيمه هذا المنتج. لكن في الفاليو بيزد برايسنج اللي هو التسعير القائم على القيمه، الموضوع مختلف. انت الاول بتشوف ايه احتياجات العميل وايه القيمه اللي هو متوقعها، ده بنلاقيها مثلا في الحاجات اللي هي فيها تكنولوجي زي مثلا الموبايلز وزي اللابتوبس وزي التابلتس، كل الحاجات دي. انت دلوقتي بيقول لك الكاستمر عايز الموبايل تاتش سكرين، شاشه باللمس، حل يبقى هو محتاج موبايل فيه شاشه باللمس. عايز موبايل شريحتين، خلاص يبقى خلي الموبايل ده شريحتين. عايز الموبايل البروسيس بتاعه سريع عشان ما يبقاش عشان ما يهنكش، يبقى دي كلها كاستمر نيدز حطها في الموبايل دوت. جميل، خلاص خلاص عملت كده، ابتدي بقى احط ايه. طب لو انا عملت لك موبايل بالمواصفات دي انت شايف قيمته تبقى عامله ازاي؟ يقول لك لو الموبايل ده بالمواصفات دي انا ممكن اشتريه ب 500 دولار. خلاص انا كده حطيت تارجت برايس انا شغال عليه، تمام كده بغض النظر. بس خلاص انا كده حاطط السعر، او بقى شايف ايه، بص للتكلفه عشان ما اخسرش. طب انا دلوقتي العميل سعر المنتج ده ب 500 دولار وانا طلعت التكلفه بتاعتي 100 دولار، يبقى انا كده حاطط هامش الربح 400% ولا 500%؟ 500% صح كده؟ اوكي زي الفل، يبقى كده زي الفل، وانزل المنتج ده وانا مبسوط وهكسب منه زي الفل، ما عنديش اي مشكله. صح كده؟ طيب وبعد كده كده ايه، عامل ديزاين البرودكت اللي هو زي ما العميل كان يحتاجه بالظبط. هو ده الفاليو بيزد برايس، انك بتشوف ايه احتياجات العميل وايه القيمه التقديريه اللي عنده، بعد كده بتحط السعر بناء على هذه القيمه التقديريه، وبعد كده بتشوف التكلفه، التكلفه زي الفل وانت كده تكلفة قليلة جدا على السعر اللي هو اتقال لك عليه، بيس ودوس. طب لقيت العكس، لقيت ان انا هعمل الموبايل ده هبيع الموبايل ده ب 500 دولار ولقيت انك تكلفة 500 دولار او 600 دولار، سوري يبقى انا ما انتجش المنتج ده، يبقى المنتج ده ما ينفعش ان انا انتجه، يعني كده انا هخسر فيه. اوكي وهكذا، وبعد كده ابتدي اعمل المنتج وابيعه للتارجت كاستمر اللي هم عجبهم هذا السعر. جميل؟ طبعا طريقه الفاليو بيست برايسنج مشهوره جدا مثلا في اديداس، اديداس بتعمل الموضوع ده، بتشوف اراء العملاء بتوعها، الناس اللي بتشتري احذيه اديداس، يقول لك لو احنا عملنا لك شوز رياضي، شوز ما اعرفش ايه بتاع تصلب جبال، تتوقع سعره عامل ازاي؟ اوكي يقول له سعر مثلا انا هجيب لو ب 300 400 دولار هشتري، ما عنديش مشكله. خلاص يقول له خلاص احنا ممكن احنا شغالين في حاجه زي كده، وانس ان احنا هننزله اكيد هنبلغ حضرتك وهكذا. اوكي ممكن اساسا الشوز ده ما يكلفش هذا المبلغ. واضح كده يا شباب؟ فدول اساس التسعير. هناخد مثال للكاستمر فاليو بيست برايسنج. طبعا الكاستمر فاليو بيست برايسنج كتير جدا، هنقول مثلا الموبايلز، هنقول اللابتوبس، التابلتس، كل دي معموله كاستمر فاليو بيست. تكلفه الحاجات دي الف عليها قليل جدا، يعني اللابتوب تكلفته مش غاليه، الموبايل نفسه تكلفته مش غاليه، كل الحاجات دي تكلفتها مش غاليه، لكن انت بتشتريها نتيجه للقيمه اللي انت بتدور عليها. فانت يو اسك اباوت فاليو، مش بتدور على تكلفه فعليه.
مثال للكاستمر بيزد فاليو، حاجه ده بيانو شهير بتاع ستين واي بيانو، ده تكلفته غاليه جدا تمام كده، ولكن يعني هو بيقول لك ده قيمته التدريبيه يعني بيانو، والاول وفي الاخر هو بيانو، بس هو من اغنى يعني بيانو غالي جدا، ولكن الناس بتشتريه علشان هو بيانو، هو بيقول ان ده قيمه يعني انك تجيب حاجه ستين واي ده يعني حاجه فخمه، حاجه عظيمه، حاجه لا تقدر بثمن، الناس اللي غاويه بيانيست يعني. اوكي جميل كده يا شباب. لا مش فكره المزاد يا سماح، ان الموضوع مش مزاد، انت المزاد انت كده حد بيعلي على حد اوكي، واعلى سعر ده اللي انت بتحطيه، لكن انت بتشوفي انت بتخاطبي انهي عميل، وده العميل بتاعك، وبتقولي له لو انا عملت لك منتج بالشكل ده بالتصميم ده انت تدفع فيه كام؟ فيقول لك انا ممكن ادفع فيه 1000 2000، هتلاقي وتجمع السعر اللي يتفق عليه اكبر شريحه ممكنه هو ده السعر اللي انت تختاريه، لكن مش هتحطي اعلى سعر موجود. يعني زي مثلا انت عملت الاستبيان بتاعك ولقيت ان في انت ثلاثه قال لك هندفع 1000 دولار ما عندناش مشكله، بس الغالبيه قالت لك 800 دولار، هل هتحط ال 1000 ولا هتحط 800؟ لا هتحط 800، انت اللي يهمك ان الشريحه الاكبر هي اللي تشتري المنتج، مش بتختاري اعلى سعر. اوكي المزاد هو اللي بيدور على السعر الاعلى. كانه استطاع رائع قبل تاني، مظبوط جدا يا مدر، هو ده اللي بيحصل في الفاليو بيزد برايس. لكن في في طريقتين في الكاستمر فاليو بيزد برايسنج، في حاجه اسمها الجود فاليو برايسنج ان ده قيمه تقديريه للمنتج نفسه، وفي الفاليو ادد برايسنج اللي هي القيمه الاضافيه للتسعير. في الجود فاليو برايسنج يا شباب انت بتعمل رايت كومباينيشن، تجميعه كده ما بين الكواليتي والجود سيرفيس، يعني انت بتقدم منتج كواليتي بتاعته عاليه وفي نفس الوقت فيه خدمه معاه بسعر مناسب. زي ايه؟ زي ايه؟ زي احد الشركات تمام اسمها يوروبيان ايرلاينز رينير، دي شركه طيران، رينير دي شركه طيران في اوروبا. لكن اسعارها انت مش هتستمتع، مش هتلاقي حاجات فظيعه، مش هتروح مش يعني مش هتحس ان انت داخل تحت 5 ستارز، بس انت بيقول هقدم لك احسن سعر لا انت تتخيله، اقل اسعار ممكنه. اوكي كده؟ فبيقول لك عايز تيجي عندنا هتستفيد من الخصومات اللي هي هجيب لك اقل اسعار طيران في العالم. بس هو بيقول لك انا هدي لك هذا القيمه. في الفاليو ادد برايسنج برضك شركه اسمها كيورامز عملت شمسيه. الشمسيه دي عملوا لها فانكي كولرز، يعني عارف الوان واشكال وميكي ماوس وتاج محل، حطوا صور في الشمسيات وخلوا طبعا اغلى. طبعا اغلى يعني الشمسيه العاديه مثلا سي ب 5 دولار، لكن الشمسيه اللي عليها اشكال دي ب 10 دولار. هنا فاليو اد برايسنج، الشخص اللي هو بيدور على الاختلاف وانه يجيب حاجه شكلها حلو وستايلش وي 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 هيشتريها. بالظبط. القيمه المضافه اللي عايز اقوله بتعميل القيمه المضافه لمنتج مستر الشهره، مستر الشهره التميز، مظبوط جدا يا هيثم. ده مثال للفاليو اد برايسنج، ان انت بتدور على خصائص جديده تخليك مختلف ومميز عن الاخرين. انت لما كل الناس ممكن تكون معاها شمسيات عاديه، لكن انت بيكون معاك شمسيه عليها مثلا كاركتر انت بتحبه، انت حاسس ان كده انت مميز. في ناس بتفكر كده، عشان كده الشركات بتخاطب الناس. طيب ده كده بالنسبه للكاستمر فاليو بيست برايسنج، يا اما انت بتعمل جود فاليو برايسنج ان انت بتقدم افضل سعر ممكن للعميل، ويا اما انت بتعمل اللي هو ادد بنفيت فاليو ان انت بتدي له اضافات، والاضافات دي بسعر اعلى وبالتالي انت تشتريها ولا لا. الكوست بيست برايسنج اللي هو التسعير القائم على التكلفه، ده موضوع بسيط جدا. انت بتجمع
الفيكسد كوست اللي هي التكاليف الثابته اللي هي لا تتاثر بالانتاج او المبيعات، زي مثلا عليكم السلام يا مهدي منور، زي مثلا ايجار المكان، المرتبات الشهريه، المكن، كل الادوات، كل الكلام ده بيعتبر فيكس كوست، اللي هو انتجت ما انتجتش هتدفعه كل شهر، مفيش اختلاف. لكن الفاريبل كوست اللي هي التكاليف المتغيره، الضرايب، مظبوط يا احمد، تمام كده، كل الكلام ده كله فيكسد. لكن الفاريبل بقى كوست دي بقى متغيره، تتغير على حسب مستوى على حسب مستوى الانتاج. فكل مثلا انت بتزود الانتاج محتاج مثلا عماله اكتر، فالعماله الاكتر دي داخله في الفاريبل كوست. لو انت مثلا هتعمل مثلا مصاريف نقل وتوزيع، دي تتحط في الفاريبل كوست. طبعا حاجه ليها علاقه بعمليه الانتاج نفسها بتسميها تكاليف متغيره بناء على الانتاج. وبجمع بقى الفاريبل على التوتال، وجمع التوتال كوست اللي هي التكاليف الكليه. بعد ما انا زودت التكاليف الكليه ابتدي بقى اسعر. في حاجه من التسعير بطريقه شهيره جدا اسمها المارك اب برايس. ايه المارك اب برايس ده؟ يقول لك انت هتحط زي هامش شبح كده على الموضوع. وعليكم السلام يا احمد نور. بتقول مثلا ان الوحده بتكلفني كذا، انا القلم ده هيكلفني كذا، وبقسمه التكلفه دي بقسمها على واحد ناقص الديزاير ريتيرن اون سيل. يعني انا عايز مثلا اكسب كام في الميه؟ انا عايز اكسب 10%، 20%، 30%. بس ايه مثلا المثال بتاعنا ده؟ هنا كان تكلفه مثلا الموبايل 16 دولار. 16 دولار. على واحد ناقص انت عايز تكسب كام؟ 20%. هكسب 20%، يبقى كده هاد 16 على واحد ناقص 2 من 10، لما تقسموا مع بعض تدفعوا لي 20 دولار. يبقى ده كده قيمه الموبايل اللي انا هبيعه ب 20 دولار. فدي ابسط الطرق بنسميها المارك اب برايس. تقول انت المنتج الوحده الواحده بتكلفك قد ايه؟ اوكي؟ وعايز تكسب هامش ربح قد ايه؟ فبتشيل هامش الربح من الواحد الصحيح وبيتقسم على التكلفه الفعليه للمنتج. في الاخر يطلع تكلفه سوري سعر الوحده الواحده. تمام؟ واضح شباب؟ اوكي جميل. في بقى التسعير بناء على المنافسين، وده ان انت بتحط السعر بناء على اسعار المنافسين بتوعك. وزي مثلا اني كلوم فوكس، دي مكتبات شهيره جدا في امريكا، هي مش هتقدر تخش في حرب اسعار ضد امازون. امازون ده انتوا عارفين ان امازون ده موقع شهير جدا، الناس تشتري منه الكتب وكل حاجه انت عايز تشتريها من امازون ده. طيب عملت ايه؟ قالت ان هي تقوم عامله خدمه للعملاء وتحط زي ما بيقولوا كده ايه مكان للعميل ان هو يقرا فيه، زي مكتبات الف. يعني في مكتبات الف في مصر، مش عارف هل ليها نظير في الوطن العربي، ان هو مكتبه بتشتري منها عادي، وفي نفس الوقت في مكان للقرايه وانت حابب تقعد تقرا جوه المكتبه. اوكي؟ فده فكره عملتها اني كلومز فوكس علشان قوي علاقتها بالعمل.
طبعا في الكومبيتيشن بيست برايسنج موجوده في معظم الشركات، اللي هو مثلا انا نازل سوق فانا عارف مثلا ان المنتجات دي بتتباع في سعر فلاني، فاقوم نازل بنفس السعر علشان انا مش هقدر اخش معاهم ان انا اقلل الاسعار. وده زي اللي عملته اني تروبس، ان انا نزل بنفس السعر لان انا عارف ان انا مش هقدر تخش اي حرب اسعار مع المنافسين. اوكي كده يا شباب، احنا كده قلنا لما اجي اسعر اسعر بناء على ثلاث حاجات، يا اما بسعر بناء على التكلفه الفعليه للمنتج وابتدي احط هامش ربح اللي انا عايزه، يا اما انا بسعر بناء على القيمه التقديريه لدى العميل، بشوف العميل شايف المنتج بتاعي ثمنه كذا فبناء عليه بسعر بناء على هذا الشكل. التصعيد الثالث هو بناء على المنافسين، انا نازل سوق عرفت المنافسين ثمن منتجاتهم في السعر ده، زي مثلا بيرسيل وطاير هتلاقي الاثنين نفس السعر، زي مثلا فيريو وبريل نفس السعر، بيبسي كولا كولا نفس السعر. ده اسمه كومبيتيشن برايسنج، انت بتسعر ليس على التكلفه ولا على الكاستمر بيرسيفد فاليو ولا على القيمه التقديريه للعميل، لكن انت ترفع بناء على المنافس المباشر ليك. واضح؟ ننتقل بقى لنقطة مهمة جدا، ان انا لو انا عايز اسعر منتج جديد، ايه الاستراتيجية اللي انا هستخدمها في تسعير منتج جديد؟ يعني احنا اتكلمنا في النقطتين دول في المحاضره اللي فاتت السبت الحد اللي فات، موضوع الماركت سكيمينج برايسنج، هسعر باسلوب الماركت سكيمينج اللي هو ان انا باخد القشطه كريم الوكريم كريم الكريم بتاعت المجتمع. في الماركت بنتريشن برايسنج اللي هو اختراق السوق، سعر اختراق السوق. ايه قصتهم ديت؟ الماركت سكيمنج برايسنج موضوع بسيط جدا، انت بتحط اعلى سعر ممكن للمنتج الجديد. ليه؟ علشان تخلي كريمه المجتمع اللي هم كريم دولا كريم اللي هم الصفوه هم اغنى ناس في البلد يشتروا المنتج بتاعك، وبالتالي يحققوا لك اعلى ربحيه ممكنه. وبعد كده تبتدي تنزل في السعر شويه بشويه علشان تكبر الشريحه اللي ممكن تشتري المنتج بتاعك وتكسب منهم برضه. طيب ندي مثال شهير جدا للماركتنج سكيمنج، الموبايل فون لما دخلت المنطقه العربيه. موبايل فون بالظبط يا هدى، موبايل فون لما نزلت كان سعرها غالي جدا، كان موبايل ضعيف الامكانيات او كان ما فيهوش امكانيات اساسا، وكان بنتكلم في 3000 و4000 جنيه 3000 3010 يا هدى صح. النوكيا كان موبايل امكانيات ضعيفه جدا، وبالتالي هذه الامكانيات كانت محدوده. طيب ولكن كان سعره غالي، طب مين اللي كان بيشتريه؟ اللي هم لاكراب، الناس اللي هي معاها فلوس اشتريته، بدا ينزل في السعر. الشريحة الأقل في المستوى الاجتماعي بدأت تشتري موبايل، ودول شريحة عددهم أكبر، بعد كده قل في السعر، فالشريحة الأقل في المستوى الاجتماعي اشترت، وهكذا لحد ما أصبح الموبايل ده سعره قليل جدا وبقى أي حد يشتريه خلاص، لأن هما أوريدي حققوا مبيعات خرافية منه فلوس يعني. حتى خط الموبايل نفس القصة، يعني لا 200 جنيه ايه يا هدى، ده خط الموبايل اول ما جه مصر كان عامل حوالي 3000 ونص مثلا او 4000. خط الموبايل اللي هو دلوقتي بنلاقيه بجنيه و5 جنيه في الشارع. بالظبط، فاهم كده؟ نفس القصه دايما حاجات التكنولوجي، نفس الكلام في اللابتوب اول ما نزلت، نفس الكلام في الكمبيوترز لما نزلت، كنت بتشتري كمبيوترز
كان سعر الكمبيوتر بيتراوح من 3000 ل 4000 جنيه، وكان مفيش امكانيات خالص. دلوقتي انت ممكن تشتري جهاز كامل ما يكلفكش 2000 جنيه بامكانيات اعلى بكتير جدا. دلوقتي موبايلات حديثه نفس القصه. اكيد ان منتج جديد بيبتدي غالي وبعد كده بيرخص مع الوقت، مظبوط جدا يا ولد. ده القصه الاولى. طيب الماركت بنتريشن العكس، انك بتنزل بسعر قليل جدا علشان تاخد اكبر كم ممكن من العملاء. طب ايه اشهر مثال للقصه دي؟ هنرجع لقصه اتصالات لما دخلت السوق المصري. اتصالات لما نزلت السوق المصري كشركه موبايل، عندها شركتين كبار في السوق المصري، شركه موبينيل وشركه فودافون، هم دول اللي متحكمين في هذا السوق. فنزلت باقل سعر ممكن. ليه؟ عشان تخلي الناس اللي هي عندها مشكله في سعر الدقيقه وانها تدفع فلوس، انها لا تيجي تشتري هذه الشبكه الجديده. اوكي؟ فدي فكره الماركتنج، انك يعني تنزل بسعر قليل وبعد كده تبتدي ايه؟ تزود السعر بشكل تدريجي. ده اشهر سياستين للتسعير عموما، يا اما تستخدم طريقه الماركت سكيمنج بالاعلى سعر كده تنزل بالسعر، يا اما ماركت بنتريشن تبتدي اقل سعر وهي تعلى في السعر. جميل كده يا شباب، الدنيا واضحه ليكم ولا في اي حاجه مش واضحه؟ جميل، رائع جدا. لو انا بقى عندي مزيج من المنتجات، يعني عندي اكثر من منتج، هتعامل معاهم ازاي؟ يعني هسعرهم ازاي؟ قال لك في كذا طريقه في التسعير. في برودكت لاين برايسنج، يعني تسعير خط الانتاج، ان انا احط اسعار خلال خطوط الانتاج بتاعتي، نفس خط الانتاج الواحد هدي كذا سعر كذا منتج. في الاوبشنال برودكت برايسنج، اللي هو تسعير المنتج الاختياري، اللي هو لو انا مثلا عندي منتج اساسي وعندي منتجات معاك، يعني اكسسوارز، مثلا زي مثلا انت بتشتري موبايل وبتشتري معاه سماعه وبتشتري معاه جراب، دي كلها اكسسوري اوبشنال برودكتس. ازاي اسعر؟ في كابتيف برودكت برايسنج، اللي هو بتسعر منتجات لازم يستخدم مع المنتج الرئيسي. يعني كده زي الكفر الاصلي بتاع الجهاز. لو بنتكلم على موبايل مثلا. أو مثلا الماوس مع الكمبيوتر أو اليو اس بي مثلا، الشاحن مثلا، مظبوط. الشاحن ما يقدرش أنت تبيع تشتري وأنت موبايل من غير شاحن، مظبوط جدا. في باي برودكت برايسنج، اللي هو تعمل تسعير للو فاليو باي برودكت تو بيت زي مبدأ، يعني إن أنت مثلا شركة ألبان، وطبيعة الحال طالما أنت شركة ألبان يبقى أنت بتعمل زبادي وبتعمل زبدة وبتعمل جبنة و و و، فكل المنتجات اللي تطلع من اللبن دي بنسميها بايت برودكت، اللي هي منتجات جاية من المنتج الرئيسي. في برودكت باند برايسنج، اللي هي عندك باقة من المنتجات عايز تبيعها مع بعض، ده برضه أحد أساليب التسعير. برودكت لاين برايسنج زي ما قلنا كده، انت يكون عندك بتسعر لخط انتاج واحد، عندك عديد من المنتجات شغاله في نفس خط الانتاج، وبالتالي بتسعر بناء على تكلفه المنتج ما بين المنتج والكاستمر، تقييمه للمنتج والخصائص واسعار المنافسين، كل دي عوامل عشان تسعر بناءها، اللي هو البرودكت لاين برايسنج. الاوبشنال برودكت برايسنج، اللي هو انك ممكن تلاقي الاكسسوري
للمنتج، ممكن تشتريها، ممكن تشتري سماعه، ممكن ما تشتريش سماعه، ممكن تجيب كفرز زياده، ممكن ما تجيبش ستار، دي كلها اوبشنال برودكت. الكابتن زي ما احنا قلنا كده ان هو حاجه زي يعني مثلا الجيمز او السيديهات بتاعت الفيديو جيمز. مش هتشتري مثلا وي، مش هتشتري بلاي ستيشن غير ما تشتري السيديهات بتاعت الوي او البلاي ستيشن وهكذا. الباي برودكت برايسنج قلنا ان ده زي منتجات الالبان، والبرودكت باند اللي هي نظام الباقات. انت مثلا تشترك في خط موبايل ومعاه انترنت، سواء موبايل انترنت او يو اس بي انترنت. جميل. طيب في بقى حاجه اسمها ان احنا بنعمل برايس ادجستمنت. يعني ايه برايس ادجستمنت؟ يعني انت بتظبط في السعر. ايه ده؟ يعني بعد ما انا بحط سعر ممكن اظبط فيه؟ اه ينفع تظبط فيه، بس ايه؟ في حالات معينه. ايه بقى الحالات دي؟ اول حاله ان انت تعمل ديسكاونت خصم او الاونس برايسنج. يعني ايه الاونس؟ ان انت تدي فتره سماح في الدفع. زي ايه؟ ان انت تقلل سعر المنتج لفتره معينه. انت اما مثلا انت في بدايه نزول المنتج فانت داخل بخصومات وتخفيضات وبمناسبه الافتتاح، زي ما بنشوف كده في المحلات اللي هو عامل خصومات بمناسبه افتتاح المحل. طريقه، او ان انت عندك منتج راكد ما بقاله فتره ما بقاش ناس تشتريه، وانت عامل عليه عروض تخفيضيه عشان تبتدي تحركه، تخليه ان هو يتباع اكتر. دي اول طريقه اسمها الديسكاونت، اللي هو الخصومات. الطريقه الثانيه اسمها سيجمنتد برايسنج. يعني ايه سيجمنتد برايسنج؟ ان انت بتحاول انك تظبط السعر عشان يتناسب مع العملاء بتوعك. سي ان دلوقتي نزلت بسعر محدد. سي ان انت مثلا عملت جهاز لابتوب وهتبيعه في بلد. انت كنت حاطط قيمه تقديريه لللابتوب ده ان هو يتباع ب 1000 دولار. حلو. بس انت لما جيت توزع في محافظات مختلفه لقيت ان في محافظات لو انت بعت اللابتوب ده ب 1000 دولار الناس حاسه انه غالي ومبيعات قليله. فقوم يعمل ايه بقى؟ يبقى في المناطق دي، في المناطق دي ممكن ينزل بالسعر شويه. في المناطق دي، ويمكن دي انا شفتها في بعض المناطق، يعني انك تلاقي مثلا منتج ما بيتباع بسعر مختلف تماما من منطقه لمنطقه. بالظبط. فليه؟ لان هو عامل سيجمنتد برايسنج، ان هو عارف ان المنطقه دي تقدر تشتري منتج بالسعر ده. لو هو زود شلن او يعني سنت واحد مش حد هيشتري المنتج ده. فدي بيسموها سيجمنتد برايسنج. حسب الطلب. مظبوط جدا. في نوع ثالث اسمه سايكولوجيكال برايسنج، اللي هو تسعير نفسي. يعني كده عارف نظريه ان تروح المحل يقوم كاتب لك المنتج ده ب 99.99 دولار او جنيه. عارفين انت النظريه دي؟ اللي هو ايه؟ ده ب 99 جنيه و99 قرش. قال يعني كده مش 100 جنيه. على فكره ده سايكولوجيكال برايسنج. في تمام. ادي هتطلب القرش اهو، ده مش هتطلب. طب هو ليه بيعمل كده؟ هل هو مثلا غبي مثلا؟ او هو يعني بيستهبل مثلا؟ لا، بس عشان عارف ان في ناس كون ان المبلغ ده في الرينج ده يقول لك انا ممكن اشتريه. زي مثلا ايه؟ تلاقي في جهاز ب
999 جنيه و99 قرش. في ناس تعتقد ان 999 قرش ده 999 جنيه و99 قرش ده كاتيجوري يختلف عن حاجه ب 1000 جنيه. لو انا 100 جنيه احس انه غالي، هو 100 دولار. اعتقد ان هو مش هو الزبون بتاع الحاجه دي. بالظبط كده يا هايدي، ان هو غالي من 99 جنيه و99 قرش اوكي ل 100 جنيه او 100 دينار. فالفرق ده هو ده اللي بيسموه التسعير النفسي، وده تلاقوه جدا في محلات الملابس. هو عامل لك الرقم ده اللي هو 99 و99، حتى في محلات التيكاواي الريستورانت والمطاعم بداوا يلجاوا لهذه الطريقه، ان هو بالذات اللي هي الفاست فود يعني كنتاكي وماك وكلام ده، يقول لك عامل لك سعر و 0.99 او 0.76 او حاجه، رقم كده غريب ما تعرفش هو ليه حاطه كده. كده انت مش هتدفع الرقم ده، او يعني هتدفع يعني اكسترا كده عليه. فده بنسموه سايكولوجيكال برايس. في بقى بروموشنال برايسنج اللي هو سعر ترويجي. يعني ايه سعر ترويجي؟ ان انت في فتره ما تقوم عامل بقى سيل اوكازيون. وطبعا البنات ما شاء الله ما بيصدقوا يسمعوا الكلمه دي. ايه ده المحل الفلاني عامل اوكازيون، عامل سيل. اوكي؟ فتلاقي امم رايحه عشان تلحق الاوكازيون. هل هو فعلا اوكازيون او مش اوكازيون؟ ماشي، بس احنا هنتكلم في طبعا الاماكن المحترمه. بتقوم عامله في سيزون محدد بروموشنال برايسنج. ليه؟ لان بص، اوقات هيثم بيحصل، اوقات وليس دائما، انه ممكن يوصل فعلا السعر الترويجي بيصل الى التكلفه. خلي بالك لو نرجع تاني في التسعير يا هيثم، احنا قلنا ايه؟ الارضيه بتاعتي هو ثمن التكلفه، يعني لحد التكلفه وبار. فممكن يسعر لحد قيمه التكلفه، التكلفه بتاعت المنتج وارد، بس بيعملوا الوقت محدد عشان يزود الترويج على المنتج وبعد كده يعليه تاني، مفيش مشكله. فده البروموشنال برايسنج. في بقى جيوغرافيكال برايسنج، انت ممكن توزع تبيع المنتج على حسب الجيوغرافيكال لوكيشن. ده مثلا بنلاقيه في بعض التريننج سنتر، ممكن مثلا تكلفه التدريب في دوله يختلف من دوله ثانيه، هو نفس المنتج. يعني انت ممكن تكون عامل تريننج كورس على الميدل ايست الشرق الاوسط، وتلاقي ان السعر مثلا جوه البلد بسعر وبره البلد بسعر ثاني. طب ما هو نفس الكورس، بس هنا عشان ده جيوغرافيك برايسنج، التسعير ده بالنسبه للبلد دي مناسب والبلد دي برضك مناسب. في بقى دايناميك برايسنج اللي هو التسعير المتحرك، وده على حسب بقى طبيعه العميل وطبيعه الموقف و وان كان من اصعب اللي هو ديناميكيه التسعير، كل شويه بتغير سعر المنتج. في بقى انترناشونال برايسنج، انك تحط برايس بالنسبه للانترناشونال ماركت، تسعير يعني في البلد دي هتعمله بسعر الفلاني والبلد دي في السعر الفلاني وهكذا. دي كلها بنسميها تعديلات في التسعير. واضح كده يا شباب؟ اتكلمنا عن الديسكاونت، قلنا الديسكاونت انك تعمل خصومات، الالاونس ان انت زي ما قلنا كده ان انت بتدي فتره سماح اكتر للبيع. يعني مثلا انا اللي هو زي التقسيط كده، انت ممكن تدفع لمده شهر او شهرين او 6 شهور او سنه بدون ما تدفع فوائد وهكذا، فبنسميه الالاونس عشان يخلي العميل يشتري المنتج بتاعي. طبعا ده مثال لسيجمنت برايسنج، انت تعمل تسعير بناء على فئه، زي مثلا ايفيان. انتوا عارفين ايفيان؟ حد شربها قبل كده؟ مياه ايفيان او سمع عنها؟ اه
هاودي عارفاها تمام. مياه ازاي من اغلى المياه على مستوى العالم، يعني يقول لك ان دي مياه بتيجي معرفش من ابار معينه. اوكي، يعني تلاقي مثلا ازازه المياه الواحده مثلا لو اتكلم في مصر بنتكلم على ازازه ممكن توصل ل 20 و30 جنيه في السوبر ماركت، في ناس بتشتريها عادي يعني. تمام كده؟ وفي عملوا بقى حاجه ثانيه، ان هم عملوا ووتر سبراي، يعني يعملوها في شكل سبراي. بيقول لك ان الابيان كتكلفه هي بتكلف 5 سنت، يعني ميه ابيان ميه يعني بتكلف ايه؟ تكلفتها الفعليه بالازازه بكل حاجه ب 5 سنت. بتتباع بكام؟ بتتباع ب 2 دولار 28 سنت. تكلفتها ميه يا تخيل انها ميه، يعني لما بتتاتش وبتصور تحس ان انت واو، يعني هي ميه تكلفتها 5 سنت بتتباع ب 2 دولار 28 قرش، يعني ايه دوت كده يا هيثم هتلاقيها فعلا في رينج ال 20 جنيه تقريبا في مصر. قيمه اسم مظبوط كده. اوكي، هم سيجمنتد، في ناس ممكن تشتري المايه دي وفي ناس ما تشتريهاش. ايه اللي يخليني اشتري مايه ب 20 جنيه؟ وفي مايه ب 2 ونص، وفي مايه من الحنفيه عادي يعني. السايكولوجيكال احنا قلناه اللي هو التسعير النفسي، اللي هو زي ما كده احط ال ونضيفها بالظبط كده. اصل الحلبيه احسن بالظبط كده يا هاي. طيب ده هنا كده اللي هو التسعير، ان انت بتقوم نازل بسعر ما عشان اللي هو 99 99 و99 الف وهكذا، ده سايكولوجيكال. بروموشنال قلنا العروض الترويجيه اللي هو تخفيضات واوكازيونات و ده البروموشنال. والجيوغرافيك قلنا على حسب المكان، فده كل واحد بيبقى حاطط شكل معين في اللي هو فورين اوريجن برايسنج، ده اللي هو انت بتعمل تسعير بناء على المكان اللي انت فيه او اوكي وهكذا. انت ده مش عايز اطول عليكم في الحته دي، هي تفصيل اكتر يعني كده. في اماكن كمان اماكن بيكون فيها اسعار مختلفه بناء على عميل عربي او اجنبي، مظبوط زي الاوتيلز. زي مثلا الاوتيل ليه سعر بالنسبه للعميل ابن البلد، وفي سعر للعميل الاجنبي، وده موجود في الاوتيل. اوكي، في بقى الدايناميك برايسنج، ده زي مثلا الانترنت. هناك ممكن تشتري حاجه بسعر وكمان شويه السعر يتغير وهكذا، هو سعر متغير بناء على العرض والطلب. الانترناشونال برايسنج اللي هو بتحط زي دوب مثلا، شركه يونيليفر، يونيليفر هي اللي عامله دوب، بتقوم عامله تسعير. يونيليفر فعلا هي اللي عامله دوب، بتحط اسعار مختلفه لنفس المنتج ولكن تختلف من بلد لبلد عشان يبقى في قوه شرائيه تقدر تشتري هذا المنتج. جميل كده يا شباب، واضح التسعير. واضح؟ في حد عنده اي سؤال كده في البرايسنج؟ كلام واضح؟
طيب جميل، مفيش أي مشكلة. نتقل بقى للنقطة التانية في المحاضرة بتاعتنا اللي هي الـ place أو الـ distribution، اللي هو المكان أو التوزيع. هنوزع البضاعة بتاعتنا فين؟ خلاص أنا دلوقتي عرفت المنتج بتاعي وفي أنهي مرحلة في دورة حياة المنتج، وهطور فيه إزاي، وكل الكلام ده إحنا ليه علاقة في البرودكت. بعد كده هسعره ازاي، وقلنا استراتيجيات التسعير سواء منتج جديد او منتج حديث، او لو انا عايز اظبط السعر هعمل ايه. فننتقل بقى للنقطه الثالثه في الماركتنج ميكس، اللي هو الفيس، اللي هو الديستريبيوشن، التوزيع، ازاي هوزع المنتج بتاعي. يعني ايه قناه توزيع؟ يعني ايه ديستريبيوشن شانل؟ دي عبارة عن جروب من الانديفيدوال، مجموعة من الأشخاص، أوكي. فدي بيقول هل تخشى أن أنا تسعر في دولة بسعر رخيص وفي دولة بسعر غالي حسب عملة الدولة؟ لأن لا، في الحتة دي يا فهد سؤال حلو أوي. لما أنت بتيجي تسعر يا فهد في الحتة دي، أنت دايما بتسعر بناء على السعر الجملة الثابتة، يعني دايما في المعادلات التجارية بتثبت الدولار كقوة شرائية للمنتج بتاعك، وفي كلتا الحالات انت بتطلع كسبان. يعني سي انت المنتج دوت، انت دلوقتي هتبيع في اكتر من دولة، فالقوة الشرائية للمنتج بتاعك سي في بلدك ب 50 ريال. ال 50 ريال ديت قيمة تقديرية جيدة للبلد بتاعك، لكن في بلد تانية قيمته 100 جنيه مصري، في يوروب لا 50 يورو، في امريكا او بالدولار هنتكلم في 20 دولار. فانت هو سعر متغير لكن بيقف بناء على القيمه الشرائيه لكل بلد، وده هيرجعنا لموضوع الكاستمر بيز فاليو، ان العميل ده في البلد دي حال السعر ده مناسب ليه ولا مش مناسب ليه. لو مناسب ليه جوه هنا، لو مش مناسب دي بتغير، بس من غير ما يأثر على التكلفة ولا الشحن. وتحسب تكلفتنا بكل عملة، ده اكيد طبعا. يعني لن تكون نفس الجودة، لا لازم. بص يا فهد، لو انت بتتكلم عن شركات عالمية، المفروض الشركات العالمية بتعمل منتج بنفس الجودة. قد يكون وده بقى اللي هي الشركات اللي احنا فيها بنسميها نص كم، يعني ان هو بيعمل بيودي منتج في بعض الدول بجوده اقل. وفي حاجه ثانيه، يقوم عامل لك منتج يتصنع في نفس البلد، يعني يشتروا مصنع وينتجوا في نفس البلد، وبالتالي كده هيقلل تكلفه بشكل كبير جدا، بس ممكن يكون درجه الكفاءه بتاعته اقل، وده وارد. مع الاعتبار مع قياس الاغراق، ده وارد برضك. اوكي، فهي بتتحسب بهذا الشكل. هدى بتقول احنا قاسيين في فرق كبير بين في العمله بين الجنيه والدولار، ممكن نستغل ده لصالحنا بتصنيع منتجات ونبيعها بقيمتها بالدولار ونستفيد من فرق العمله. ده الطبيعي، ده ميزه التصدير عموما يا هدى. هو ليه يقول لك ان الشطاره انك تصدري؟ لان التصدير عموما بيجيب لك عمله صعبه، فده بيقوي وبيقوي العمله المحليه على فكره. يعني في ناس، دي يمكن في ناس ما تفهمش، لا مش قله الجنيه، ميزه ان انت تتصدري. انك لما بتصدري انت كده بتدخلي عمله صعبه، لما بتدخلي عمله صعبه ده بيعلي قيمه العمله المحليه بتاعتك. دي حاجة في ناس ما تفهمهاش قوي. يعني أنا دلوقتي بصدر، معنى أنا بصدر المستورد بيدفع لي فلوس عملة صعبة. طيب أنا بقى لما أخلي العملة الصعبة جوه البلد بتاعتي كتيرة، دايما كده العلاقة العكسية، كل ما بيزيد الطلب بيقل العرض. بالظبط كده، وبالتالي بيعلي من قيمة العملة المحلية.
وبيقدروا ده بالقيمه الشرائيه لو طلعت قيمه عملتنا بالعكس يا فهد. لما انت بتعلي قيمه السعر، يعني زي مثلا لو انت المنتج العمله بتاعت الدوله بتعلى، بالتبعيه اسعار المنتجات بتزيد. يعني ايه القوه الشرائيه؟ ان انت تقدر ان العمله المحليه عاليه قيمتها زادت، وبالتالي تقدر تشتري بيها اكتر من منتج، وبالتالي مع الوقت اسعار المنتجات بتزيد. وبالتالي الربحيه بتزيد، فالشركات بتكسب والبلد بتكسب، وبقت المواصف يصبح في موصوف يصبح في مكانه ولن يواكب الاسعار. لا، ما هو الموضوع عكس. يمكن احنا عشان ما بنعيش الموضوع ده، لو العمله زادت هنستفيد حتى في ان البيع في الداخل وليس التوظيف فقط، ده اكيد. هي الفكره بتبقى كده، ان انت بتزود في حاجه اسمها هو مش عارف اقولها لك ازاي، اللي هو النقد الخارجي، يعني او حساب النقد الخارجي. كل بلد ليها مخزون من النقد الخارجي. كل ما انت مخزون الضغط الخارجي عندك قوي او كتير، تقدر ان انت تحافظ على اسعار العمله بتاعتك. طول ما انت النقد اللي عندك الخارجي قليل، طول ما انت سعر عملتك بينزل في الارض، وبالتالي ده بيزود بقى عامل التضخم، وتلاقي الاسعار غليت والناس مش قادره تاكل و الاحتياط النقدي. مظبوط يا عم، برافو عليك، الاحتياط النقدي. انا هاخد بريك للصلاه. هو عموما ما فضلش غير 9 سلايد وهنخلص يا هايدي. انا خلاص قربنا نخلص. اوكي، ان شاء الله يعني ممكن ربع ساعه 9 ساعات كتير ونخلص المحاضره. نرجع بقى لموضوع التوزيع. التوزيع دي هو مجموعه من الاشخاص بتخش في عمليه تحويل المنتج او الخدمه من المصنع الرئيسي الى العميل. دي وظيفه التوزيع. تمام كده؟ وبالتالي يبقى عندك اكثر من مصنع بيروح موزع واحد، وهذا الموزع بيبيع لكل الايه؟ المستهلكين. اوكي؟ فالتوزيع بيسهل لك انه بيتعامل مع عدد كبير جدا من العملاء، بتقدر ان انت تحسن في السوق وتحسن في المنتجات بتاعتك، لان انت على درايه بالسوق ماشي ازاي. كمان بيسهل عمليه ان انت تطور على المشتري والبيع، ان عايز الموزع يوزع ليك ولغيرك. اوكي، ده مثلا تاجر الجمله، ده تاجر التجزئه، دول كلهم بنسميهم موزعين. اختيارك لقنوات التوزيع في كذا عامل، في عامل السوق نفسه، في عامل المنتج، في عوامل متعلقه بالشركه نفسها، في عوامل متعلقه بالمنافسين. في مستويات في التوزيع، يا اما ان انت كشركه بتوزع بشكل مباشر للعميل، وده بنسميه التوزيع المباشر او البيع المباشر. انت كشركه بتبيع المنتج بتاعك للعميل، او ان انت كشركه بتبيع المنتج لموزع، وهذا الموزع بيبيع للعميل، او بنسميه تاجر تجزئه. او انت بتبيع لتاجر جمله، وتاجر الجمله ده بيبيع لتاجر التجزئه، وتاجر التجزئه ده بيبيع للعميل. او بتبيع لموزع، وموزع بيبيع لتاجر التجزئه، وتاجر التجزئه بيبيع للعميل. او وده موجود بقى في شركات العربيات، ان انت بتدور على وكيل، هذا الوكيل بيبيع ليه تاجر الجملة او الموزع، ومنه على تاجر التجزئة، ومنه على العميل.
فاما بتبيع بشكل مباشر، بتوزع بشكل مباشر، يا اما في حلقه وصل واحده، يا اما في حلقتين وصل، يا اما في ثلاثه. عشان كده بقول ده زيرو ليفل، ده 1 ليفل، ده 2 ليفل، ده 2 ليفل، ده 3 ليفل. الحاله الاولى بتكون مربحه للشركه، المفروض يا فهد الشركه ربحانه في كل الحالات. يعني الشركه في كل الحالات بتبقى كسبانه، بس السؤال هنا ايهم بيبقى سعره عالي بالنسبه للعميل؟ يعني الشركه كده كسبانه في كل الحالات، الشركه المفروض بتكسب في كل الحالات دي، لكن تكلفه السعر بقى بيبقى عالي فين؟ في الحاله الاخيره، هي الحاله دي يا فهد، بيكون عندك 3 ليفل، تمام. توزيع المباشر اعلى تكلفه يا هيثم، السعر العالي هدى بتقول السعر العالي لو الشركه هتبيع مباشر للعميل، تمام. حد يبقى عندنا رايين، راي فهد ان لا، ان الشركه توزع لوكيل وموكيل لتاجر جمله ومتاجر جمله وتاجر تجزئه، ده هيعلي القيمه، هيدي سعر عالي. و هدى بتقول لا، اذا انا ابيع بشكل مباشر ده تكلفته عالي. الكلام وهيثم موافقه. انا بتقول التوزيع المباشر اقل تكلفه امين، يبقى انا نفس نظريه فهد كده 2-2. انا بقول لك ان كل محرك بيزيد السعر. بالظبط، برافو عليك يا فهد، كل وسيط زيد نسبه، صح كده، تعالوا بس الصح هي امنه وفهد. ليه بقى؟ لان انت كمنتج، انت دلوقتي طلعت المنتج بتاعك من المصنع بتاعك وديته لوكيل، الوكيل عايز هامش ربح، مش هو هيوزع لك، فلازم يبقى فيه هامش ربح. الوكيل ده اداه لتاجر جمله، عايز هامش ربح، هيزود هامش الربح بتاعه. اداه لتاجر تجزئه، عايز هامش ربح، هيزود هامش ربح، صح كده؟ فبالتالي هيصبح السعر النهائي لدى العميل عالي. على عكس انا كعميل لما اشتري المنتج الشركه نفسها مباشره هشتري المنتج بسعر عالي، زي مثلا عايز يشتري مثلا نظاره شمس. لو انت رحت اشتريت النظاره الشمس في محل نظارات هتلاقي ان النظاره ثمنها هنقول مثلا 100 دولار. في حين لو هو اشتراها من الموقع الرسمي للشركه نفسها بتاعت النظارات هيلاقيه ب 50 دولار. طب فرق ال 50 دولار جاي منين؟ من ارباح الموزعين. بالظبط. هيبقى ربح للشركه فقط. اوكي كده؟ فده بس الفوارق اللي احنا ممكن نشوفها في الاسعار، ممكن نفس المنتج بس سعره مختلف. تاني بيقول في حالات بيكون وسطاء عده والشركه هي اللي بتحدد سعر البيع للمستهلك، وده صح، ان بالذات لو انا بيكون عندي كذا، لان اوقات اوقات يا فهد بعض الوسطاء بينزلوا بسعر اقل، بالذات لو انت بتبيع بشكل مباشر، فده بينعكس سلبا على البيع. فالشركه بتحدد نسبه الربح للوسط، تقول مثلا انت هتاخد خصم 20%، انت هتاخد خصم 30%، بحيث ان الشركه تطلع كذا. انا كنت زي بيع مثلا سياره للقذافي اكيد غاليه جدا. ما ده كانت حاله سبيشال يا هدى لو فاكر، ده كان انديفيدوال ماركتنج، تسويق لشخص واحد، دي قصه ثانيه. طبعا البيزنس يعني ده قصه، نفس القصه، اما انت من شركه منتجه بتروح تبيع لشركه ثانيه بشكل مباشر، او يبقى في وكيل، او يبقى في موزع، او في وكيل وموزع بيوزع لموزع وهكذا. طبعا بيبقى في قرارات في عمليه التوزيع، ودي على حسب بقى عدد الموزعين اللي انت بتتعامل معاهم. فنلاقي بقى ان في حاجه اسمها intensive distribution، يعني انت بتوزع في كل مكان، عندك شبكه
كبيره جدا من الموزعين، وبالتالي بتحاول انت تودي المنتج بتاعك في كل حته، وده بيصلح على الكونفينينس برودكت. فتيجي الكونفينينس برودكت هي المنتجات المتاحه زي الشاي، زي السكر، زي الزيت، زي المكرونه، زي السمنه، انت بتحاول انك توزعها في كل مكان. وبالتالي بتدور على شبكه توزيع كبيره جدا عشان توزع المنتج بتاعك في كل مكان. ده بنسميه انتنسيف ديستريبيوشن، هو التوزيع المكثف. وبالذات لو انت في انتروداكشن او سوري لو انت في الجروس فيز او في الماتيوريتي فيز لازم تستخدم الانتنسيف ديستريبيوشن. لو انت في طول النمو او طول النضوج لازم تشتغل بالانتنسيف ديستريبيوشن. السلكتيف انت هنا بتختار اماكن توزيع، بتختار موزعين محدودين، وده بيصلح في الانترودكشن في لسه انت داخل السوق جديد، فبتختار موزعين محدودين عشان هم اللي يوزعوا لك، فدي طريقه. او لو انت بقى في الديكلاين خلاص انت بقى المنتج ما بقاش عليه طلب كتير، فانت بتقلل عدد الموزعين بتوعك لان انت بتحاول انك تركز في ده. اللي هو الوكلاء، ما هو ممكن يكون وكيل يهودا، ممكن يكون موزع، ممكن يكون تاجر جمله، ممكن يكون تاجر اجزاء، بناء على المنتج اللي انا بشتغل. في بقى حاجة اسمها اكسكلوسيف ديستريبيوشن، هو التوزيع الحصري. ان انت يبقى عندك موزع واحد فقط يوزع لك المنتج بتاعك فقط. اوكي؟ زي مين؟ زي مثلا بي ان سبورت. مثلا بي ان سبورت هي وكيل حصري، هي اللي بتبيع او بتوزع دوريات الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري الايطالي. ده اسمه توزيع حصري. موزع فقط هو اللي بيوزع لك السلعه دي. اوكي؟ زي مثلا هتلاقي ان شركه مرسيدس ليها وكيل حصري في كل بلد، هو ده اللي بيوزع شركات عربيات المرسيدس. نفس الكلام بي ام ليها وكيل حصري جوه البلد دي، مفيش كذا وكيل بيبيع العربيه بي ام دبليو، هو وكيل واحد بيبيع العربيه بي ام دبليو. فده اسمه توزيع حصري. اوكي؟ طبعا في مشاكل في التوزيع الحصري. التوزيع الحصري اولا في الامارات تمام، طيران الامارات، بس هو واخد توزيع حصري فين يا هايدي؟ يعني هو طيران الامارات اعتقد ان هو مش حصري على بلد معينه. ولا انت عندك وجهه نظر مش عارفه؟ لا بص، في الموزع الحصري يا هايدي اللي هو انا بس اللي شايف الحته دي، يعني صعب قوي في الطيران يعملوا ده. يعني استحاله يقول لك مثلا شركه طيران الامارات هي الشركه الوحيده اللي موجوده في دوله الامارات، استحاله. لان عندك لوفت هانزا، وعندك القطريه، وعندك مصر للطيران. ده سوق كبير جدا، صعب جدا يبقى فيه حصريه حاجه زي كده. بالعكس ده في بروتوكول تعاون و و ده في مجال الطيران. لكن مثلا زي ما قلت لك امثله شهيره في موضوع التوزيع الحصري زي مثلا ماتشات الكوره. هتلاقي مثلا شركه بي ان سبورت هي بس اللي بتوزع الدوريات العالميه في المنطقه العربيه. ما ينفعش قناه ثانيه توزع هذه المنتج. نفس الكلام في عندنا مثلا في مصر حاجه اسمها المجموعه البافاريه، المجموعه البافاريه دي الوكيل المعتمد لبي ام دبليو. مفيش حد غير مجموعه بافاريه هو اللي يوزع عربيات بي ام دبليو وهكذا. فهو ده اسمه الاكسكلوسيف ديستريبيوشن، هو التوزيع الحصري. لكن هو طبعا دي مشاكل، يعني مشاكله ان انت بتبقى انت ربطت نفسك بموزع واحد بس. ومدى قوه هذا الموزع؟ طبعا كل ما انت اخترت موزع قوي عشان يوزع لك اوكي، بس طبعا لما انت يكون عندك اكثر من موزع افضل لو انت بتدور على الانتشار. لكن لو انت بتدور على الربحيه فقط فممكن الموزع الحصري يبقى حل جيد. كمان لازم يكون انت منطقه جغرافيه مقفوله، يعني تقدر تحكمها، ما يبقاش الموضوع خارج السيطره او خارج النطاق، لان ده هيبقى فيه خساره كبيره. طبعا تايمنج اجريمنت ده بيبقى اتفاق رابطك بشكل كبير، ما ينفعش تتعامل مع اي حد غيره. انت كشركه ما ينفعش تتعامل غير بهذا الموزع. طيب
ما هو ده بتقول لانه لازم يغطي كل الطلبات من العملاء لانه الوحيد ده اكيد طبعا هو. فده مشكله الاكسكلوزا ان هو في مشاكل، ولكن يعني لو انت بتدور على انتشار لا يفضل الاكسكلوزا، لا يفضل على الاطلاق. لو انت بتدور على فلوس كتير اه ده حل جيد، يعني لو انت بتدور على المكسب السريع. مين المسؤول عن التوزيع؟ التوزيع الوسيلة واحدة من الوسائل أو الأدوات المهمة للمسوق، لمدير التسويق. هو مش هو اللي هيوزع، لكن هو اللي هيقرر إحنا هنوزع فين. هل هنعمل intensive distribution ولا نعمل extensive distribution ولا نعمل إيه؟ هنوزع بشكل يعني قوي بشكل عنيف، ولا لا هنختار حاجات معينة هنوزع فيها، ولا لا هنوزع في مكان واحد بس. هنوزع بزيرو ليفل، يعني هنوزع للمستهلكين مباشره، ولا لا هنستخدم وان ليفل هيبقى عندنا تاجر تجزئه بيوزع علينا، ولا هنستخدم التو ليفل اللي هو عندنا تاجر جمله وتاجر تجزئه، ولا هنستخدم الثري ليفل لا عندنا وكيل وعندنا موزع تاجر جمله وعندنا موزع تاجر تجزئه. هو اللي بيقرر، اللي بيقرر في هذه الحالات هو المصور، هو مدير التسويق. جميل كده؟ يبقى احنا كده النهارده يا شباب اتكلمنا عن نقطتين مهمين جدا في المزيج التسويقي. اتكلمنا عن التسعير ازاي نسعر ونسعر بناء على ايه؟ وايه هي التعديلات اللي احنا ممكن نحطها في السعر؟ ولو انا عندي منتج جديد اسعر ازاي؟ واتكلمنا عن التوزيع وعرفنا ان التوزيع بيتم على اكثر من مستوى بناء على طبيعه الشركه وبناء على طبيعه المرحله. كل ده وامتى استغرب الانتنسيف؟ قلنا لو انا في بدايه في الجراس او في الماتيورتي في طور النمو او طور النضج، او امتى استخدم السلكتيف لو انا في الانتروداكشن او في الديكلاين في دخول المنتج او خروجه. اكسكلوسيف لو انا بدور على ربحيه بس من غير ما ادور على انتشار، وهكذا. ده اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. اتمنى المحاضره النهارده يعني قعدنا محاضره صغيره بس مهمه جدا ومفيده جدا، واللي عايز يشتغل تسويق لازم يكون فاهمها قوي قوي. اتمنى يكون النهارده كان يوم الله يخليك يا رب، ربنا يكرمك ويزيدنا من علمنا جميعا يا رب العالمين، اللهم امين. الله يخليك يا هيثم، ربنا يجزيك كل خير. قوي تمام يا فندم، قلت حاجه ثاني. الله يخليك يا رب يا سماح، ربنا يجازيك كل خير. اه ده اهم حاجه، احنا بقى اهم حاجه ان احنا طالعين فاهمين، ده اللي انا بدور عليه ان انتوا تطلعوا فاهمين. صح كده يا ولد، ربنا يجازيك كل خير يا ايضا. الحمد لله، ربنا يجازيك كل خير يا عمر، منور دايما. فادي يقول قال يا خال لي انا عايز الكود. اكيد طبعا لو انت ذاكرته صح يا فادي وطبقته، وده ان شاء الله هيبقى المحاضره الثامنه باذن الله او السبعه، نخليها سبعه عشان الضغطه بتاعتنا ديت. ان شاء الله هيبقى كل واحد مسؤول ان هو يعمل خطه تسويقيه، وده اللي احنا هنتكلم عليه في المحاضره الجايه باذن الله يا فادي. اللهم امين يا هدى، ربنا يكرمك يا رب. نفسي الدعوه فيا دي. الله يخليك يا أمنة، ميرسي جدا، ميرسي لحضورك. الله يخليك يا فاطمة، ربنا يكرمك يا رب. طبعا التواصل معايا يا شباب مفيش أي مشكلة، تتواصلوا معايا على الأكونت الشخصي على الفيسبوك، هحط لكم دلوقتي الأكونت الشخصي بتاعي على الفيسبوك. اللي حابب ان هو يتواصل معايا بشكل مباشر
وبرضك اللي حابب ان هو ينزل المحاضرات الماتيريال يعني كده كده المحاضره مسجله وموجوده على اليوتيوب، تقدروا تتواصلوا معايا على الاكونت الشخصي بتاعي على الفيسبوك، هحط لكم دلوقتي الاكونت الشخصي اللي حابب يتواصل معايا في اي وقت، يسعدني طبعا التواصل معاكم، شرف ليا طبعا انكم تتواصلوا معايا. منورنا يا فهد، ويا رب ما تكونش اخر محاضره. انا دلوقتي بنزل لكم على الاكونت بتاعي، بنزل لكم دلوقتي على الشات. اسلام يا هدى، ميرسي جدا. ده الاكونت بتاعي يا شباب اللي حابب يتواصل معايا في اي وقت. اتمنى ان شاء الله يعني تستفيدوا من هذه المحاضرات. الله يخليك يا رب يا هدى. وانا دايما بسعد بالتواصل معاكم باذن الله. اوكي. ودي برضك الجروب بتاعي على الفيسبوك اللي حابب ان هو ينزل المحاضرات بتاعتي، تقدروا تنزلوا المحاضرات بتاعتي من على الجروب بتاعي على الفيسبوك. ادي اللينك بتاع الجروب. ربنا يجازيك كل خير يا مهدي يا رب. اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده من هذه المحاضره، واتمنى ان انتوا تذاكروها كويس قوي. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنبتدي نتكلم عن الترويج البروموشن، وهنحط القواعد علشان البحث المشروع اللي احنا هنشتغل عليه ان شاء الله. ده هيبقى قدامكم اسبوع كامل عشان تعملوا المشروع بتاعكم، هيبقى خطه تسويقيه وان شاء الله تعملوها بشكل جيد جدا، وهنعملها عمليه تقييم في المحاضره الاخيره. الله يخليك يا عمر، ممتعه ومفيده بحضوركم. فباذن الله نستفيد من بعض باذن الله. والمحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الترويج، وهنتكلم عن المشاريع اللي انتوا هتقدموها كمشروع للتخرج باذن الله. حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ يا شباب مفيش اي اسئله؟ التسويق الالكتروني باذن الله. طبعا التسويق العادي هو الاساس، وده هنعمل هنحط لمحه بسيطه عن التسويق الالكتروني يا فهد، لكن ان شاء الله قريبا هنعمل كورس عن طبعا هو وسيله. التسويق الالكتروني ليس تسويق بحد ذاته يا فهد، ده اللي احنا هنتكلم فيه بكره باذن سوري المحاضره اللي جايه ان شاء الله الحد القادم، ان التسويق الالكتروني احد وسائل الترويج اللي هو جزء من المزيج التسويقي. وبالتالي هو جزء حلقه من عده حلقات. في حاجه اسمها الخطه التسويقيه بتتضمن الاستراتيجيه والمزيج التسويقي، ومن من داخل المزيج التسويقي في حاجه اسمه الترويج، ومن داخل الترويج في حاجه اسمها المزيج الترويجي اللي منه هو التسويق الالكتروني يا فندم. التسويق الالكتروني وسيله من وسائل المزيج الترويجي اللي هو جزء من المزيج التسويقي اللي هو جزء من الخطه التسويقيه. ان شاء الله هيبقى الترويج هو موضوع المحاضره الجايه باذن الله يعني. ان شاء الله. معلش يا فهد، في ناس يعني عندها نظريه الثراء السريع اللي هو عارف اللي هو ايه من اين تؤكل الكتف، فهو بيركز على حاجه ويعتقد هو ده قيد التسويق. هو جانب مهم من التسويق ما نقدرش نهمله، ولكن هو حلقه من عده حلقات. في ناس بتستسهل شويه وتقول لك ايه لا نعرف من الاخر.
لكن باذن الله الرحمن الرحيم يعني، وبعد بس ان ربنا يديني الصحه والوقت، ان شاء الله هحاول ان انا اعمل لكم كورس عن التسويق الالكتروني بحيث ان يكون مكمل، وهحط على كلمه مكمل دي 13 خط للكورس الاساسي اللي هو اساسيات التسويق. ربنا يبارك فيك يا فهد يا رب. ان شاء الله باذن الله. جزء تكمله لهذا الكورس يا هدى. يعني ده احنا هنا في الكورس ده بنحط الاساسات، كلمه بتبني اساس العماره. فاساس العماره هو اساسات التسويق. طب عايزين بقى نتوسع اكتر، ممكن بقى ناخد بقى نتكلم اكتر عن الاستراتيجيه، يعني نعمل كورس عن الاستراتيجيك ماركتنج، ممكن بقى نتوسع نعمل حاجه عن الاي ماركتنج اللي هو التسويق الالكتروني. دي كلها فروع من اصل الشجره اللي هو الاساسيات. اتفضل يا فهد. خط التسويق تمام، وايه تاني؟ حاجه خطه التسويق يا فهد هي تشمل كل شيء في التسويق، من اول تحليل السوق ووضع استراتيجيه للتسويق ووضع اهداف للتسويق ووضع مزيج تسويقي، كل ده نقاط داخل الخطه التسويقيه. فاذا استراتيجيه التسويق هي الخطوه الثالثه في الخطه التسويقيه. فالخطه التسويقيه اجمالا تحليل السوق هي الخطوه الاولى، انك بتحلل السوق. ثاني خطوه ان انت بتحط اهدافك، اهدافك التسويقيه. ثالث نقطه انك بتحط الاستراتيجيه التسويقيه. رابع نقطه هي المزيج التسويقي او التكتيكات التسويقيه. المزيج التسويقي هو التكتيكات التسويقيه. فالاربع نقاط دول هم دول اللي بيشملوا الخطه التسويقيه. كنت فاكر الاستراتيجيه هي التي تضمها، لا مش كده صح. يا خطه هي اللي هي الموضوع الكبير قوي يا فندم، صح؟ مش انت بتقول لك انا حاطط خطه ودي الاستراتيجيه اللي هستخدمها عشان انفذ الخطه؟ مش احنا كده لو انت بتلعب كوره يقول لك ايه خطه الفريق 4 4 2، استراتيجيه الفرقه بقى هنلعب بقى هجوم، هنلعب على الجناب، هنلعب خط وسط، صح؟ دي الاستراتيجيه اللي انت بتعملها عشان تنفذ الخطه. اعمق تمام، خطه اشمل. الاستراتيجيه هو تخطيط طويل المدى، لا مش خطوات التنفيذ يا رب. الاستراتيجيه هي البوصله اللي انت هتوجهك في الشغل. اللي احنا زي ما اتكلمنا في الاستراتيجيه قلنا ايه؟ قلنا السيجمنتيشن، ان انا هقسم السوق ازاي، وقلنا التارجتنج مين اللي انا هستهدفهم، وقلنا البوزيشننج يعني ايه بقى الصوره الذهنيه انا عايز احطها عقليه العميل. كل ده اسمه استراتيجيه. وده انا بعمله مش عشان النهارده، انا بعمله لمده 5 6 10 سنين، مظبوط؟ لكن التكتيكات ده هي دي خطوات التنفيذ للاستراتيجيه. واضح؟ الخطه على المدى البعيد. بصوا في التسويق، في التسويق بس عشان الدنيا واضحه بالنسبه لكم، اي خطه تسويق اقل خطه تسويق سنه، اقل خطه تسويق فهي سنه، وبالتالي هي استراتيجيك بلان. بمفهوم الاداره الخطه التسويقيه هي خطه استراتيجيه الى طويله الامد. بس الخطه التسويقيه دي بتشمل ايه؟ هرجع تاني اقول ايه خطوات الخطه التسويقيه. تشمل تحليل السوق وتحليل العملاء ومعرفه الاحتياجات، كل ده في الخطوه الاولى. خلاص عرفت الاحتياجات وعرفت العميل ماشي بيفكر ازاي، تبتدي تحط الاهداف. اهدافك بقى اللي انت هتسعى اليها، هتبيع بكام في السنه؟ هتاخد قد ايه من السوق؟ هتعمل نمو قد ايه؟ وهكذا. النقطه الثالثه هتحط الاستراتيجيه. في التسويق استراتيجيه التسويق بتشمل 3 نقاط اساسيه. اول نقطه سيجمنتيشن، هتقسم السوق بتاعك على اساس ايه؟ هل على اساس ديموغرافي ولا ديموغرافي ولا سايكل جرافي
اللي هو نفسي ولا بيهيفيرال سلوكي اللي احنا شرحناه في المحاضره الثالثه. بعد ما انت قسمت مين بقى الشريحه اللي انت هتستهدفها؟ هتقول انا هختار عميل اللي هو دخله من 5000 ل 10000، العميل اللي هو نون يوزر عمره ما استخدمني قبل كده، وهكذا. دي سيجمنتيشن. بعد ما عملت سيجمنتيشن اعمل تارجتنج، بختار الشريحه اللي ممكن تشتري المنتج بتاعي. بعد كده اعمل بوزيشننج وديفرنشيشن، ايه اللي يميزني عن المنافسين وايه الصوره الذهنيه اللي انا عايز اتحط في عقليه العميل لما يسمع عني. ده كده استراتيجي. بعد كده بخش بقى في التاكتكس، ايه اللي بقى اللي عامله؟ اصعد ازاي؟ هوزع فين؟ ايه الحملات الترويجيه بتاعتي؟ هروج ازاي؟ كل ده اسمه تاكتكس، علشان يحقق الاستراتيجي، علشان الاستراتيجي دي توصلني للهدف اللي هو جزء من الخطه التسويقيه. وصلت كده؟ اتمنى من الله انها كانت محاضره مفيده ليكم، واتمنى من الله ان احنا نلتقي دايما على خير. ربنا يجازيكم كل خير، وشكرا لحضوركم، ويا رب تكون اضافه، واترككم في رعايه الله وامره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.